ربنا سبحانه وتعالى قدر للناس درجات معينه، اداني درجه ان انا بقيت شخصيه عامه. انا في الاول والاخر انا واحد زي بالظبط. ممكن يكون عندي دافع او عندي قدره ان انا اتكلم او اوصل، او عندي خبرات خدتها في حياتي كلها من خلال معاملاتي مع الناس ولا سفري ولا كده ولا كده. انما اللي انا عايز اقوله ان احنا مش عايزين نضيع الفرصه مننا، مش ممكن ابدا ان احنا كلنا فوقنا. يعني الثوره نجحت خلاص انتهت، كون ان هي تحقق مطالب او تحقق اهداف او تحقق حاجات، فده حاجات فوق البيع يعني. انما الثوره نجحت ان الشعب انتفض، كلنا انتفضنا بجميع الطوائف بقى، يعني طلبه كبار صغيرين، عرفنا احنا لنا حقوق لنا والبنت. انما كان قبل كده كانت الناس بتفكر بس في حقوقها، او بتفكر في حقوقها الشخصيه، ما بتفكرش في حقوقها العامه، لان المفهوم كان متغير. ان انا لما افكر في حق عام هيجي لي الحق الخاص، انما لو فكرت في حق خاص مش هيجي لي الحق العام، لان سهل جدا كل واحد يدخل ما بين التاني بقى يقول له طب مالكش دعوه انت، بس خليك على جنب وانا هجيب لك اللي انت عايزه، فخلاص كلنا نوافق. انما لما لغايه دلوقتي بقول الكلام ده، وانا كنت بتكلم مع ناجي دلوقتي لما شفت الحاجات الاعلانات بتاعت اتحاد الطلبه، ده حاجه كويسه وصوره كويسه، بس مش عايزينها صوره، عايزينها صوره ومضمون. يعني في وقت الثوره وبعد التنحي وبعد اقاله رئيس الوزراء، الناس كلها بدات تقول لك ايه، انا فلان ده هيعمل لي حزب مش عارف كذا، وده هيعمل حزب ايه، وده هيعمل حزب ايه، وده هيعمل حزب ايه، وده هيعمل حزب ايه، وبداوا يكونوا احزاب واحنا لسه حزب واحد. الثوره نجحت لما الناس كلها كانت بتتكلم باسم الشعب، كانت الثوره ثوره شعب. والثوره هتفضل مستمره لو فضل الحزب واحد هو حزب الشعب. لو حتى الشعب ده اتكون احزاب، بس في الاخر الهدف هو الشعب. لو الهدف ان انا اخبط في ده عشان اوصل هنا، يبقى احنا كده شكرا. يبقى احنا الثوره بتاعتنا شكليا نجحت، انما ضمنيا ما نجحتش. نفس الحال بالنسبه لاي حاجه في الدنيا، منها الجامعه. لو الجامعه، وانا نصيحتي ليكم ونصيحتي للناس كلها، لو الجامعه اتعمل اتحاد طلاب عشان كل واحد ينفرد ويخبط في التاني عشان هو اللي يفوز، وده يتكلم على ده وحش، وده يتكلم على ده مش كويس، وده يقول لك لا ده ما عندوش فكره، وده اصلا هو كان ايه اصلا؟ ده ما كانش ليه اصلا اساسا ما كانش ليه اي دور في الجامعه، في الانتخابات او في التوعيه او في الحس ان الجامعه تبقى كويسه او على الدراسه تبقى كويسه، او هنفضل نعايف في بعض بقى، يقول لك لا ده انا كنت، يقول لك لا ده انا اللي كنت، فهندخل في تنافس، فالتنافس في الاخر مش هيجمع لبنى. فانا الحقيقه يعني نصيحتي يعني ان خلينا ارقى من المستوى اللي كان قبل كده، ان لو حتى في تنافس، التنافس للمصلحه، مصلحه المكان. ودايما الموضوع هو موضوع تكليف ومش تشريف. لو فرضا دلوقتي طلع رئيس اتحاد الطلبه فلان، او رئيس اتحاد الطلبه فلانه، انا شخصيا كنادر ما يعنيش ابدا تكون بنت او تكون ولد خالص، او تكون مسيحيه او مسلمه، او مسيحي او مسلم، ما يفرقش معايا. لان في الاخر احنا زي ما بنطالب ان كل واحد ليه واجبات في بلده وحقوق في بلده، ما قلناش الحقوق والواجبات مقصوره على بنت او على ولد او على مسيحي او على مسلم. فاللي انا بكلمكم فيه يا جماعه ان انا اللي انا بعمله على نفسي، انا بتكلم كلام اللي انا بقوله لنفسي على فكره، انا ما بديكوش محاضره، بديك خبرتي مع نفسي. اللي إن لو ما اتكلمتش مع نفسك مش هتوصل لحاجه ابدا يعني. الخطاب نفسه سواء الديني ولا السياسي، هو كان الخطاب كله بيعتمد على التفرقه ما بين الناس. حتى الاعلام تفرقه ما بين الناس، لما بيجي يتكلم على مقابل مادي، ولا يتكلم على ناحيه واحد مسيحي ولا واحد مسلم، عشان يفرق ما بيننا. فمش عايزين ان احنا نفرق ما بيننا فعلا من القلب. مش يجي مثلا ايه، مثلا فرضا حد من زمايلنا المسيحيين وواحد مثلا مسلم او من الاخوان المسلمين او من التيارات الدينيه او من التيارات السياسيه، يقول لك احنا ايد واحده وفي القلب مش واحد، مش هيتحس. وهي كانت الصوره دي بتتعمل وحده وطنيه، والاخوان المسيحيين والمسلمين واحد وبتاع، وفي الاخر بيضربوا بعض او بيتضرب فيهم يعني، او بيحضن تاني وبيضربوا بسكينه. فمش عايزين الاحوال دي تتكرر تاني ما بيننا. فحتى كنت بقول لناجي طب يعني هل احنا كلنا دلوقتي جاهزين؟ احنا لازم كلنا نبني الاساس. زي ما الثوره دي نجحت، ان الثوره كانت بتتكلم باسم الشعب، وما كانش انا لما جيت رحت التحرير ما كنتش اعرف، ما كنتش رايح على حد، ولا اعرف اسمع حد، ولا كان عندي ما اعرفش ده مسيحي ولا مسلم،
ممكن اكون مع واحد مسيحي بس ما اعرفش هو مسيحي، ما سالتوش ولا هساله ولا يفرق معايا. فالمضمون ده والموضوع ده لازم يفضل في قلوبنا، عشان قلوبنا هي اللي بتحركنا مش عقولنا هي اللي بتحركنا. ف ده اللي انا بتكلم فيه دايما يا جماعه، انتوا داخلين على انتخابات وداخلين على اتحاد طلاب، والموضوع لازم يبقى ارقى من ارقى من ارقى ما يمكن. ما ينفعش ان انا اعتمد احنا في الاخر في الاول والاخر كلنا زملاء، في الاول والاخر هنقعد 4 سنين اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه مثلا في تعليم او اكتر 5 6 ايا كان، وبعد كده هتسيب الجامعه وبعدين هتقابل زمايلك دول ممكن في شغل ممكن في اي مكان او اي مجال، ففي الاخر هتسيب الذكرى كويسه والسمعه كويسه. فالموضوع مش موضوع تنافسي شخصي قد ما هو موضوع تنافسي عشان خاطر ان احنا نخلي الجامعه في احسن ما يمكن كان. سواء من ناحيه تعليميه او من ناحيه السلوكيه او من ناحيه الحضاريه. في ناس كتير جدا بتعتمد على الضرب بتاعنا ضرب الشعب مش ضرب الثوره، لان الثوره هي الشعب، ان هم يصيروا فوضى. الفوضى دي مش المسؤول عنها هي الشرطه او الجيش، بالعكس الفوضى دي لو احنا ما واجهناش وكل واحد بلطجي او واحد عايز يصير فوضى يبقى ما حدش هيقفله. مش كل واحد يعمل فوضى يا جماعه لا اكلم الشرطه ولا اكلم الجيش، لا طب احنا فين؟ زي ما حصل قبل كده ان الناس كلها امنت الشوارع وامنت البيوت وامنت الميدان وامنت، يعني في الاخر لما حبوا يسيسوا الموضوع شويه كوره ولا كاس الفوضى والدوري مش هيرجع، مع ان دي حاجه سوري في اللفظ يعني تافهه بالنسبه للوضع العام بالنسبه للبلد، بس هم كانوا عايزين رساله للعالم كله ان ما ينفعش نعمل ماتش كوره عشان خاطر في فوضى في البلد. فلقيناها ان هي عيب في حقنا ان عشان ماتش كوره يبقى في فوضى في البلد، في حاجات اهم بكتير من الكلام ده. فاللي انا عايز اقوله ان احنا اولا لازم قلوبنا تكون واحده ايا كانت، ولازم اهدافنا تكون واحده او هدفنا يكون واحد ايا كانت الفرق او الجامعات او في اتحاد الطلاب، وفي نفس الوقت في الشارع. يعني ما بقولش ان كل واحد هيقوم بدور البطل ويتخانق بس في الاخر صدقوني حتى لو واحد فوضوي او بلطجي وانت قلت له كلمه هيفكر فيها. يعني ممكن بس هو تاخده العزه ويقول لك لا انت مالكش دعوه انت مالك وليه بتتكلمي معايا كده والكلام ده، بس النقطه الاهم اللي انا بتكلم فيها نقطه سلوك. سلوك مربوط في بلد، يعني لما تجي ناس كتير جدا تتكلم المرجعيه الدينيه بالنسبه لاي بلد او بالنسبه لاي دوله، حتى الدوله المدنيه لها مرجعيه دينيه. المرجعيه الدينيه مش في العبادات ولا في الزي، المرجعيه الدينيه في الاخلاق والمعاملات. فمش مطلوب من واحد مسلم مثلا بيصلي وبيبتزم ان هو يجي يتكلم معايا ويتكلم معايا يقول له اخي لازم يصلي عشان البلد متبهدل، يعني مش دورك. او واحده محجبه مثلا وفي حد من زمايلنا مثلا مش محجبه تقول لها يعني غطي شعرك، طب لو غطيت شعرك انت لو شعرك كده على كده البلد مش هتبقى بلد بايظه. في ناس اصلا بتلبس كده ومش محجبين ومش هم ما بيصلوش بلدهم كويس، يعني ما نربطش الدين زي ما بيتقال دايما يا جماعه، وسمعت من ناس كتير افضل مني علما ان لما اجي ادخل الدين جوه السياسه يبقى انا بقلل من خاطر الدين، لان السياسه هي السياسه فيها متغيرات والدين هو الدين هو ثابت وقائم. ما ينفعش ان انا اربط الدين بالسياسه. مش معنى كده ان انا ما يكونش عندي مرجعيه، يكون عندي مرجعيه دينيه في الاخلاق والمعاملات المتفق عليها في كل الاديان سواء في الاسلام او في المسيحيه. والنقطه الاهم ان عمر ما ربط الاصلاح. اكيد انا معاكم جدا ان كل واحد لو احنا بقينا شعب يتقي ربنا سبحانه وتعالى في المعاملات والعبادات والسلوك اكيد ان شاء الله هنكون بلد كويسه، بس انا بتكلم ان احنا ما نديش فرصه للوساوس او الشيطان يدخل ما بيننا وبين بعض. انا مش جاي حاضر، بالعكس احنا جايين نتكلم مع بعض، وعشان كده قلنا احنا الجامعة ما حطيتش ان احنا نقعد على منصه وحاجه رسميه وبتاع، كلنا اخوات حتى لو في فرق في السن، انما كل واحد فينا عنده خبرات. انا بس سوري بس ما عرفتوش، انا ممكن تكون عارفين اسمي، انما انا نادر السيد عندي 27 سنه. كنت انا برضه جامعه اليابان بس تابعنا ليه، وعندي 4 اولاد، عندي جودي واحمد وتماره وتيا بس صغيرين. فجودي عندها 10 سنين واحمد عنده 8 سنين وتماره عندها 6 سنين وتيا عندها سنه ونص. تيا تيا ليست برون. بس فجينا نتكلم مع بعض يا جماعه، يعني طبعا حد من المواطنين
نبدأ دلوقتي هنا.